كالعادة تحية وسلام لمحبي التغيير، كل من يحب التغيير، تغيير الأوضاع الوحشية اللي تعيش فيها الوطن المغرب، مغاربة بكامل الأطياف ديالهم. لا تعتقدوا بأن هذه الفئة أكثر من هذه الفئة وهذه الفئة، وفي الخونة كاينين بارتو، كاينين في فاس، كاينين في الناظور، كاين في أكادير، كاين في بارتو بارتو، في كازا، في الرباط، في صفرو، في طنجة، خونة ديال أكادير المكلومة. يعني بين قوسين كان معروف عندنا واحد ان سوا ديزون مناضل، سوا ديزون، ولكن تعرى بوحدو، دوك الحوايج ما كانوش مخيطين مزيان وطاحوا وهو يتعرى ولا ملص. سميتو اجاكس، وكان يتنقل يتسكع في الرومات بحال البيران، بحال الرومات، هضر هضر هنا، هضر ليه هضر. وكان لا مكان كيعاود، هو من المغضوب عليهم، هو كان جمهوري مخلص للجماهير والجمهوريين، ودخل القاعدة الجوية ديال المعوق، التغيير والتمشخير، وقالوا له دخل، ادخل المغرب ما تخافش. ما عرفش علاش ما كيجيش عندنا هنا شي واحد خايف وتيقول لك واش ندخل. انا كنصحك لا، عمرني ما قلت لك دخل، داك تي معروف، السميه، الصوت، الصوره، دخل غيوقع لك ما وقع لابليس. المهم هذا الانسان هذا دخل، يروى انه كان في كازا في واحد الحانه فيها الشيخات، كباري غيكون الشيخات وصداعات، وضرب الزنزال وخرج بالقريعة ديالو، خرج لبرا، هو اللي كيحكي هذا، ما حكاو الاخرين، انا ما كنتش معاه. اذا كنظن بان اجاكس ارضى عليه النظام، العلوية ارضات عليه، والارض ما بغاتوش، دخل هو يدير زنزال، بين قوسان ضحك فقط. كتذكروا الخوت 2004 الزنزال ديال الحسيمة، كتذكروه، والمساعدات ماشي الدولية، ما كنهضرش على الدولية، ان هذيك الدولية كتمشي لدولة، ولكن الناس ديال الريف، ريفة وما اكثرهم في هولندا وفي المانيا، كانوا جمعوا واحد القدر محترم من المال، مادام كت المنطقة ديالهم هي اللي تقاست، وشراو بطانيات وخلصوا المياه العذبة، وخلصوا وخلصوا هادوك، وصلوا دازوا الديوانة، تعرضوا لهم كميوات اخرين، شراو بأضعف الأثمنة، مثلا حرازم كيدير 6 دراهم كيشريو بدرهم ولا درهم ونص، كيخويو كاميو وكيعمرو كاميو هب كيديوه. انا باقي كنعقل على واحد الصورة راه باقا في اليوتيوب، الخوت ديال الحسيمة اللي عنده ينشرها، ان الناس طلعوا الكاميو حيت المزايدات لمن غيعطيه ولمن طلعوا، والناس الشباب ولاو كيهزوا دوك الكواش وكيلوحوهم فوق الكاميو للناس المتضررين الحقيقيين، ما سينو راه كان غيمشي للقياده، والقياده غتعاود البيع والشراء في داك الشيء. وهذه بحكم التجارب اللي عشتها انا شخصيا، المساعدات الخارجيه اللي كتجي ما كتوصلش للمتضرر، كياخذها الباشا والكاتب العام للعامل والقياده والناس اللي محسوبين على السلطه، هما اللي كيتمتعوا بها، كساسوا اكل، شرب، قياط، كواش، ادويه، كل شيء كيديوه هما كيعاودوا فيه البيع.
وقع الزلزال وتعازينا الناس اللي ما تمنيناش لكم، داكشي اللي فيكم يكفيكم، ولكن زادتكم الطبيعة ضربة أخرى. اش غيدير هاد الملك الهمام؟ لأن لاجونس اي اف بي يعني خرج هو من المغرب، لا راه ما كانش في المغرب، راه حتى وقع الزنزال عاد صبح معاكم، كان في فرنسا وخصو الدخول. علاش كيدخلوا هادو؟ والمراسلين ديال القنوات معروفة عالمية مع المراسلين ديالها كتهضر كيقول لك ارتباك، ما كاين لا اللي يعطي راي لا اللي ياخذ قرار، ما عارفين ما يديروا، كيتسناو السلطان يجي. السلطان من غيجي غيعطي التعليمات الحداد كتيام، اتصال وزارة الأوقاف أقيموا الصلاة الغائب جماعيا على المغاربة كاملين حتى الأحياء، حتى دوك اللي فلتوا صليوا عليهم راه ميتين تاو. وكيفتح كونت الملك؟ كيفتح كونت؟ وشكون المعني بالأمر؟ الزماكرية المهجرين، عندكم الأورو، عندكم الدولار، عندكم الدولار كنديان أستراليان، عندكم الين، صيفطو الماكينة الزرقاء اللي ديك الزرقاء الاف راه عندو بدا يطبع، لا خصو الفلوس الأخرى، يصعب التزوير ديالها ويصعب، وعندها قيمة في السوق. هو مصور في الفلوس، هذوك الفلوس مصور راسو بدو قداش وولدو وباه وجدو، لا قيمة له، هو كيعرف هاد القضية، كيعرف بأن الفلوس ديالو، هو ما كيعرفش، ما كيتعاملش بها، ما كيشدهاش. هو كي إلا سولو على الأورو غايقولك فيه وفيه وفيه، والدولار يعرفو، سولو على 20 فرنك قولك إينا وقيلا كان جدي فيها واش عندو ما يدير بها. دابا الإشكالية الخوت عند النظام في هاد التخبط، ناس ديجا مقهورين، الطبيعة غتزيدهم ضربة أخرى، حتى اللي كان ما مازال بين الأخذ والرد غيكع، ماتو ولادو، جاتش لومبيلونس، كان باقي حي كيسمعو مقدروش يجبدوه، وفينا هاد الهليكوبترات وصعوبة التضاريس، وانتوما قوة ضاربة، صعوبة التضاريس، شحال عندكم من هليكوبتر؟ 5 ولا 6 10؟ كلهم عند لي جينيرو باش كيخدمو بهم، كيديو ولادهم للمدرسة قسما لا زمن، إلى ولادهم كيديهم بالهليكوبتر للمدرسة. الجيش غيقولك لنا هذيك عندنا الاباتشي، وعندنا هذيك ماشي ديال التدخل، هذه ديال القنبله والبسماله. اذا النظام عنده واحد الورطه، وسيحاول بكل جهده هو اخفاء الغضب الشعبي، يقدر يدير خطاب ابداكم انا ندير الحداد، ها هما يصليو عليكم، ها هو يتكلف بدفن امواتكم، وماشي هو اللي كيتكلف العماله اللي كتكلف، والعماله فلوسكم نتوما، ديما نتوما اللي كتخلصوا كل شيء بلا ما تعيقوا. سؤال عندي جد جد مهم، كتعقلوا على الزلزال اللي ضرب مدينة أكادير في 1960 وتردمات المدينة
والناس ديال اكادير راه كيعرفوا هذا الكلام. اللي قلت المدينه عن اخرها عشرات الالاف ديال القتلى، وهذوك اليتامى كلهم تبعوا لاوروبا العلويه، ما عندوش بنين غنتصدقوا به، على عائلات فرنسيه سويديه دنمارك كاع اللي ما كيولوش جا شرا دجاج من زباله. ف تصدرت واحد القوانين في اكادير بان خاص تكون هذيك البني خاصو يكون اونتي سيسميك ولا باراسيسميك ولا ما عرفش بالضبط الكلمه اللي المهم مضاد للزلازل او مقاوم للزلازل، غتكون عندي خيبه امل الى تهرسوا ديور في اكادير وهي مقاومه للزلازل. اذا ما كانت لا مقاومه لا والو، كان الباشا كياخذ الشواء والقيد وهذوك المسؤولين، وسمحوا البنايات تبنات غير مقاومه وكاتبين عليها بانها مقاومه. وعقلوا على هذا الكلام تنقول لكم، ما كنهضرش على مراكش لان ما عمرني ما عرفت واش كان شي قانون تا هو البناء خصو يكون مقاوم. تارودانت على كل حال هي في المقاومه ديال والو، لا الديور اللي مبنيين حتى اللخت ولا الديور اللي مبنيين الحديد وكل شيء وماشي هو هذاك. كتخلعك بلا شتا، كتدخل الدار في تارودانت كتخاف، ما تقدر تطيح في اي وقت، وهذا كما وقع. وحنا غنشوفوا من بعد ضحايا الزلزال في اكادير، هو ما يهمونها ماشي مراكش. وكنتمنى بان ديك الكتب هي المساجد واش طاحوا نقصوا عندنا شويه ولا مساجد ما طاحوش، حتى هما يكونوا طاحوا. فهاد القضية إيجابية، لنا لقاء أعداد القتلى في ارتفاع، النهاية مازال ما غايقولهاش، يقدروا يزيدوا فيها هما باش يبكيو على الخارج، كندا اوروبا استراليا كاع الناس اللي ايران السعوديه الجزائر اللي دارت الشرطه انا مستعده، ولكن المغرب خصو يطلب مني ينعربوكم الكلب بجوجة وديها في الجهه الضاره كاشات تعطيه ولا يعطيك، وداك شايط عليك عطيه غير الشعبيه ياكلوها تعطينا هنا. احنا عندنا شعب مرود على الجوع والفقر والصهد والدبان تقطع رجليه، وهي كاع ملي كانوا عنده رجليه اش كان كاين ما كيدير والو، وتحيدات رجل بقات عنده ولي تحيدو بجوج كاع غتساعدو على السعايه. زحاف مسكين ديال الزلزال غيولي يصور اكثر من داك الرجلين اللي كانوا عنده، شو غير فوتونا فوتونا. تحية لكل أوفياء العهد، العهد الجديد، عهد التغيير، عهد لا للطواعية لا للعبودية، نعم للعقل، نعم للعلمانية. تحية مزلزلة، يلا تانكي شون أو يدزين.